السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي عزيزاتي اوفياء تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه كما عودناكم هي مساحه للحوار والنقاش في مجموعه من القضايا، مجموعه من المواقف، مجموعه من الاشكالات التي تهم الرياضه المغربيه وكره القدم على الخصوص. ثلاث محاور وضيفان. في المحور الاول سنتوقف عند حكايه انبعاث نجم من رحم المعاناه، وفي المحطه الثانيه سنتوقف عند قضيه عبد السلام ودو والتحاقه بالتقني التقني للمنتخب الجزائري، ونختم كالعاده بتدوينه مثيره للجدل. هذه المره تتعلق بالاطار الوطني محمد فاكر. لمناقشه هذه المواضيع معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما امام لهما معرفه بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكر على تلبيه دعوه البرنامج. مرحبا بك سي نور الدين حراف، الاطار الوطني لاول مره معنا في بلاتو تيليماروك. مرحبا حسن ومرحبا بالمشاهدين الكرام. سي مصطفى قرفي كنرحبوا بك مره اخرى في البلاتو، انت راه عودتينا انك تكون معنا هنا في البلاتو. اطار الوطني والمحلل الرياضي. اهلا سي حسن، شكرا على الدعوه من جديد، سعيد باللقاء معك مره اخرى. وسعيد لتفتيت فقره جلسه رياضيه مع سفير الكره المغربيه بكندا الصديق والاخ سي نور الدين حراف، ومساء سعيد لجمهور تيليماروك. وسفير للكره المغربيه في كندا وانت سفير للكره المغربيه في ايطاليا، وكنتمنوا الحصول ديالك على الجنسيه. شكرا. الجنسيه الايطاليه. شكرا شكرا. طيب البدايه بقصه نجم خرج من رحم المعاناه، الامر يتعلق بسفيان رحيم. سي نور الدين حراف، كلما تم الحديث او تجاذب الناس اطراف الحديث حول قضيه هذا اللاعب، اللاعب اللي هو سفيان الرحيمي، الا وطفى على السطح اسم حراف. كيقولوا حراف هو اللي خد بيديه وداه اللي طوال ولعبوا وعاود رجع بحال داروا في الفيترينا ورجعوا رجع لاعب اخر. يمكن لك تكلمنا على القصه ديال سفيان. وهو صراحة سفيان كان في أوج العطاء ديالو في المقابلات الأخيرة، هذا كله راجع للثقة النفسية اللي عطاها لي أولا الأب ديالو سي يوري. فقصة رحيمي فهي قصة غريبة جدا، لاعب اللي ثلاث سنوات هو تكون في الرجاء من فئة صغرى، مشبع لان ساكن في الملعب، مشبع بالثقافه الرجويه، عنده طموح كبير باش يلعب في الرجاء. مع كامل الاسف وصل للعمر باش ممكن يلعب مع الكبار، لكن كان ما كانش الاختيار ديالو صحيح، والاب ديالو ارسى يخليه بالقرب لان دري كيمارس الدراسه ديالو في الجامعه هنا في الدار البيضاء، فكانت المحطه ديالو هي الاطوال. من حسن حظه انا هذيك السنه كان تريني بالنجم الشباب وما تنعرفوش، لان تنعرف يعري قال لي راه كاين نور الدين وراه هو اللي مدرب ديال الاطوال. وجا عندي يعري قال لي نور الدين الله يخليك باه، يعري قال لي الله يخليك نور الدين، واش هاد الدري هذا واش فيه مي واش ممكن انه يكمل في المسار ديالو ولا نخليه يتبع قرايته، لان الاطوال تما ما كانوش ثلاث سنين وهما عامين ما تيلعبوش، تيلعب مقابلات ما تيلعبوش، غير شاد الوريقات ديالو. ف كنتريني به اللاعب عجبني، كيلعب في واحد لو بوست اللي هو غلط ماشي بوست ديالو، فجبتو ريحت معاه قلت له انا غنبدل لك البوست ديالك، لان لا القامه البدنيه ولا هذاك الشراسه وهذاك الشغف بان باش يسجل المقابلات ما كانش خصو يتلعب في الجناب يكون بعيد على البوط، خصو يكون قريب للمرمى. فهضرت مع با قلت له انا غادي نورك عليه شويه، لان لاعب اللي غادي نعاود ليه التكوين ديالو امام المرمى، وما يبقاش هو دائما مشغول بان يعطي الناس يماركي، وخص الناس اللعابه هما يعطيوه، ديما هو مشغول يجيب الكره ويعطيها، يجيب يعطي خدم. فتمت ليا وخدم مزيان وخدمت معاه، وكان في المستوى الحدث كان لاعب اللي بصم على
مقابلات وراه في المسار الصحي تغير المسار ديالو تغير المسار ديالو كاين اللي كتبقى خاصه هذيك هذيك الثقه هذيك الثقه وتبديل المركز لان الاهم شيء في كره القدم هو المدرب يكون مكون لان بعض الفرق خصهم مدرب مكون اللي يقدر يبدل واحد اللاعب من واحد المركز لواحد المركز اللي غيعطي فيه اكثر السوالف خريب قال كان حارس وعاود يلعبوها فاسونتر وتالق كا فاسونتر حسن الصواري حسن الصواري وتألق كذلك مع فريق الرجاء البيضاوي فريق الرجاء البيضاوي ولعب في المنتخب الوطني المغربي كذلك تنادى عليه كاين الحاله ديال الحفيظ يا سي قرفي بالنسبه للحفيظ النجم ديال الرجاء البيضاوي كانت الوجهه الاولى ديالو هي فريق اولمبيك خريب على ما قبل ما يجي قبل ما يجي فريق الرجاء البيضاوي وكتخلني الذاكره ما عقلتش كون انا ذاك اللي كان مدرب ديال فريق اولمبيك خريب وجا باش يدير تيست ما وقالوا ليه بان راه ما كايناش بلاصتو في الفريق وحنا كنشاهدوا الان التالق ديال حفيظي مع الرجاء البيضاوي مع المنتخب الوطني سواء المحلي وسواء المنتخب الاول فاش كيلعب معاه اظن بان الخطا ماشي ديال هاد الوليدات فالاخطاء كما قال السي نور الدين الناس اللي مكون الناس المسؤولين والمشرفين التقنيين على الفرق في جميع الفرق الوطنيه خاص ضروري تكون واحد الانسان اللي كتكون عنده ديك الشوفه هذاك الشوفه اللي كيدير هذاك التنقيه هذاك اللي كي ماشي التنقيب وانما فاش كيكون هذاك الطيس وكيجيو اللاعبين كتكون عنده ديك الشوفه راه بعض المرات كتكون كتشوف لاعب راه كتقول راه ما غاديش يصلح يلعب الكره ولكن بالعكس خاص غير تعطي الفرصه لهذوك الوليدات وتكون الثقه تكون ثقة ويكون الاهتمام يكون الاهتمام واكيد بان الجديه والعمل راه اللاعب كيوصل وفاش كتكون الموهبه فاش الانسان كيعشق واحد الحاجه وكتجي عنده انت راه كتكونه وحنا هاد الامور راه كنشاهدوا راه كاينين لاعبين راه ما كانوش كيلعبوا كره القدم وتحولوا من رياضات اخرى لكره القدم ولكن كتكون عندهم ديك العزيمه وكتكون الهوايه وكيكون التكوين كنظن في نهايه المطاف راه كتكون النتيجه وبحكم التجربه ديالي انا سي حسن عبد الله قلت انا في مدينه بنقر في بدايه المسار ديالي التدريبي والله شاهد على ما قول كانوا لاعبين اللي ربما ما كيعرفش كيدير ثلاثه اربعه في الجونغلاج وقسم لك بالله العظيم الى ربحوا جميع الفرق الوطنيه تقريبا لا الوداد لا الرجاء لا الكوكب لا اولمبيك خريبكه لا زعما علاش فاش كتكون قريب اللعاب وكتكون وكتعطيه وكيكون هو عنده ديك العزيمه هو والموهبه راه كنظن النتيجه كتكون بالنسبه لسي نور الدين انا هاد الكلام اللي كيقول راه ما غاديش نكذب واحد الانسان اللي كيتكلم في البلاطو امام الملا وامام الجمهور المغربي كامل كنظن الشكر كيرجع الله سبحانه وتعالى والوالدين ولكن كيرجع حتى بحال الناس اللي كيكونوا وكيعطيوا الفرصه لهذاك اللاعب رحيم راه زيد في تيران اكيد نور الدين يمكن نور الدين الرحيمي كاين منه بحال الحميد حتى هو زيد في تيران نور الدين الرحيمي سي حسن كاين منه بزاف رحيميات كاين في المغرب هذا غير واحد تبارك الله وشفنا هذاك الوليد وانا من هذا المنبر ديال تيلي ماروك سي حسن ومن خلال برنامج بلاصه رياضيه اتمنى من هذاك الوليد باش ما يغادرش الرجاء البيضاوي اتجاه الخليج انا كنتمنى هذاك الوليد يلعب في اوروبا لان هذاك اللاعب عنده مواصفات اللاعبين الكبار وغادي يكون الكلمه ديالو وغادي ينفع المنتخب الوطني المغربي كاين اللي كيقول كل ما جاء مدرب اجنبي اللي هو غاريدو ما كانش غادي تكون عنده الفرصه يلعب في الرجاء كلام صحيح لان غاريدو وبنيني ما تنساش بنيني لعب دور مهم التوصي نادى عليه ولكن التوصي ما لعبوش في البوست ديالو داه الكونسونطراسيون ما يعرفوش لعبوا ارير دروه باللي دري عنده قامه طويله بغى يغير ليه والدري مشغوف بان امام المرمى عنده اتجاه ديال المرمى باغي يسجل اصابات خصو يكون قريب المرمى التوصي غلط فيه ولكن ما تعرفوش ولكن اللي عادي ان المدرب عادي عادي لان ماشي ابن عادي هو ابناء الرجاء يغلطوا فيه العادي هو جمال فتحي يغلط فيه العادي هو صديقي يغلط فيه العادي هو فخير يغلط فيه هادو ابناء الرجاء هادو كيعرفوا اللاعب وتيعرفوا تيعرفوا بعد قوه بدنيه عاليه لاعب يمسك الكره كيحاول يراوغ ما يمكنش تلعبوا انا ريال لاعب عنده طموح امام المرأة لاعب سخي فما يمكنش تجي وتلعبوا في الكولوار وترجعوا جوار ذو الكولوار هذا ماشي الغلط ديال التوصي الغلط ديال ماشي تعقيب كتعقيب على السي نور الدين وراه ماشي بالضروره واحد اللاعب نشدو ياك
ونقول زعما راه غادي يصلح غير في هذاك البوست ديال افونسونطور ولا غادي يلعب مهاجم. بالعكس يقدر يلعب مدافع، يقدر يصلح مدافع اوسط، مدافع ايسر، وسط ميدان، الي غوش الي دروات، ممكن حيت اللاعب مازال صغير هو مازال صغير، لان اللاعب يلاه بادي في البدايه ديالو. شحال في لاج ديالو دابا سي حسن؟ 22 عام، راه ماشي اللاعب عنده 30 عام باش غادي نبقى. بالعكس يقدر يتجرف جميع البوست، وهذاك البوست اللي كيلقى فيه هو راحته كيف ما قال سينور الدين بانه كيماركي، وهذا ممكن غادي تلعبوا لان مهاجم راك تقدر تلعب في لادروات وتلعب في لاكوش وتلعب في الامام، ماشي مشكل. ولكن انا غير ك انتر بالنسبه لايتو، ايتو راه لعبوا مورينيو اريير غوش، كان كيلعب اريير غوش وكيطلع كيساعدونا وكيساعدونا هادي. ولكن فاش الانسان كيكون واحد التجربه واحد التراكم ديال الكره وكيلعب ماتشات وكتكون عنده واحد التجربه كثيره ومباريات كثيره في رجلو، راه حمي راه يلاه بادي. 22 عام بالنسبه للمغرب راه يلاه بادي بصراحه. كاين خوه جاي ايه صراحه، لان كلهم كاع الاخوان ديال 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 رحيمي، لان ما تنساش بان كلهم رجاويين يبغيو الرجاء، يبغيو كيتطوروا بشكل كبير رغم باهم ما لعبش في الرجاء، ولكن لا كانوا كيشوفوا نجوم، لان هذه الثقافه عند العيو يعري، عند ولاد يعري كيشوفوا نجوم كلهم. لاحظتي راه كلهم كيلعبوا في الخط الامامي، كلهم كانوا شغوفين ببوينيني بحمان بالسعيد ومن بعد ولا العربي، ولا مشغوفينش بمجي الظلمي ولا ولا النجمي ولا ليزاريا، لكن لي زاتاكون الحداوي السوادي، فهادو لاعبين كلهم اللي الفتحي، هادو كلهم لاعبين اللي اثروا في هاد ولاد يعري، وحتى يعري كيهضر عليهم بجيل، لان تصربت يعري عطات المفعول ديالها. طيب وصلنا الان للمحطه الثانيه في جليسه الرياضيه، في المحطه الثانيه سنتوقف عند الجدل القائم حول التحاق عبد السلام ودو بالطاقم التقني للمنتخب الجزائري. سي مصطفى، الجدل اللي رافق المدرب والإطار واللاعب الدولي السابق عبد السلام ودو كان جدل كبير، بدا من وجدة ودابا انتقل لأشياء أخرى، انتهى به المطاف في الطاقم التقني للمنتخب الجزائري، انت مع أو ضد التحاق إطار وطني مغربي بالطاقم التقني الجزائري؟ وجهة نظري الخاصة أخي حسن، لا بغض النظر عن المشكل اللي وقع، لا غير مدرب يعيطوا لي الجزائر باش يكون في الطاقم التقني ديال 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 المنتخب، هو مغربي. أنا ضد. علاش؟ أنا ضد، لأن خصوصا في هاد عبر التاريخ وفي هاد السنين الأخيرة وفي هاد السنوات الأخيرة عندنا مشكل كبير مع الجزائر، بلا ما نبقاو نافقوا، ما نكونوش منافقين. بلاتي هو بن شيخة هنا، داز رابح سعدان. بن شيخة، رابح سعدان، هادو وحدين أخرين. أنا نفسر لك علاش قلت لك ضد، لأن عبد السلام ودو بدا من مولية وجدة كمدرب. وقع لي مشكل مع مولية وجدة. مع الرئيس. مع الرئيس، ودخل فيها حتى السي القجع، لأن قال لهم بأن القجع كان بغي توسط ليا مع مولية وجدة. مشى لفرنسا. القجع راه عطاه رخصة باش يدرب، هو اللي سمح لي أنه يدرب. ولكن المشكل اللي كان وقع للسي ودو مع مولية وجدة، خلاه باش يدير هذه الطريقة هذه انتقامية من المغرب. لأن فاش كتجي الانتخابات ديال العضو ديال بالنسبة للفيفا وكتساند رئيس اتحاد الجزائر، حنا ماشي ضد السي عبد السلام ودو، وما نكروش أشنو عطى المنتخب المغربي، وما نكروش الأعمال الإنسانية، لكن في هذا الوقت الحالي باش كتساند رئيس ديال اتحاد ديال الجزائر على رئيس ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اسمح لي سي حسن، أنا أساند رئيس ديال البلاد ديالي. فرقوا بين المساندة، من حقه يساند اللي بغى، اللي بغى يساندو يساندو، ولكن الوطن اسبق. الوطن اسبق. ولكن الا هو بغى يساند واحد اخر، راه في اختيارات ديال اللاعبين. هو حر اللاعبين، هو حر. انا سولتي اللي عايشين، اللي عايشين في راه اللاعبين اللي عايشين في اوروبا راه ولا عندهم واحد الطبع اخر، ماشي هو الطبع. راه الا شحال من لاعب في اوروبا كيخيروا بين المنتخب المغربي والمنتخب ديال البلاد اللي فيها، وما كيختارش المغرب سي حسن، وما كنقولوا ليه والو. انا جاوبتك، هذا اختار الجزائر. واش عنده واش في نظرك هذا استفزاز المشاعر المغاربه ولا عاديه؟
وانت جاوبتي سي حسن على السؤال بيدك انت جاوبتي ستيف زاز انت جاوبتي راسك لا ما جاوبتش انا واش ستيف زاز ولا انه خيار مهني ستيف زاز وليس بخيار مهني نكمل لك حسن نكمل لك انا ما كندخلش في السي عبد السلام ودو في الشخصيه ديالو انا وسولتيني على وجهه نظري انا ضد لان كانت مشاكل كثيره فيها الجامعه فيها مولودية وجده فيها المنتخب الجزائري كنظن سي ودو ما خصوش يدخل هذا الشنآن لان غدور الايام وغدور السنين وغادي يجي للبلاد ديالو راه بلاد ديالو هادو ما غنكروش بان سي ودو راه مغربي راه ابن المغرب وعطى المغرب شيء الكثير سواء مع المنتخب سواء في اعمال اجتماعيه اخرى ما نساوش لكن باش تجي دير هذه الامور سيف زازيه كالمشاعر ديال السي القجع ومشاعر ديال الجامعه ومشاكل ديال المغاربه كاملين اسمح لي ما خصناش ندخلوا في هذه المسائل خلينا نشوفوا الراي ديال السي حراف اش غادي نقول لك هو كيبقى هو حر لكن كاين ضوابط وكاين شروط لان كمغربي اولا التصرفات اللي تصرفت معاه مولدية وجده والمعامله ديالو ما عرفوش يتعاملوا معاه لانه لا هو مدرب محترف جيب افكار جيب برنامج جيب خطط تظلم في وجده وكانت ردة الفعل ديالو ما حسش بان الجامعه الملكيه المغربيه خلطها ما بين الوطن حتى الناس اللي تعاطفوا معاه في وجده بلي دخل في هذه المتاهه هذه خرجوا ما بقاوش عاطين معاه لان قضيه وطنيه هذا ملي كيولي قضيه ديال الوطن ملي كتولي مسؤول جزائري مسؤول مغربي كيف ما كانت الظروف المسؤول المغربي غنمشي مع المسؤول المغربي واخا يكون الرزق مع مع مع, مع الجزائر ما يهمنيش جزائري انا مع المغربي كوت كوت غنمشي مع المغربي كيف ما كان الظروف العقليه انا جيت لك هي هو عقليه اوروبيه هو عقليه اللي ما يمكنش تقول لهم الوطن هما كتهضر لهم على الانسانيه بالنسبه من الوطن دور الوطن بالنسبه لهم هما شروطهم هما وواجباتهم اللي كيعطيهم الوطن تيامنوا به اش هما كيفضلوا راسهم على الوطن عكس احنا وطنيين احنا ملكيين احنا نبغيو الملك احنا البلاد نمشيو ورا الملك بغض النظر على كيف ما بغى يكون الظروف ضد باك تمشي مع الملك ضد باك تمشي مع حتى هو ملك ولكن ما عرفش كيفاش يتصرف مع الجامعه كتوضح السي حسن انا راه ماشي ضد الشعب الجزائري انا ضد الحكومه وما كنحملهمش وكنكرههم حيت دايرين المغرب مشكل كبير وهذا الشيء فهمو الصغير والكبير راه سبق السي الطوسي والسي الزاكي اشتغلوا في الجزائر وكذا يوسف المريني في سنوات خالص قبل من عمري بن مبارك مهم ماشي مشكل وعدي انا اصدقاء ديالي مدربين جزائري اللي كيموتوا عليا وكنموت عليهم سي بن شيخه والسي ايد جودي هاد المدربين كان عاشرتهم عن قرب وسيرتو ايد جودي الله يعمر لهم الدار الشعب الجزائري خوتنا هذوك ولكن السي وادو دار هاد هو كيف ما قال سي نور الدين وانا كان انا متفق معاه راه ظلم في مولودية وجده والتعاطف معه المغرب كامل انا كنشوف وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش التعاطف ديال الشعب المغربي ديال محبي كره القدم مع سي عبد السلام وادو بكل صراحه ولكن باش تنوض تبقى دير تدوينات سبيانيه في الفيسبوك وتعاود تبقى حقبل هو كنا سمعنا بانه غادي يلتحق بالمنتخب الجزائري وما كانت تما الصفقه الى عقلتي وكانوا قالوا ربما كيدير شي ستاج او شي حاجه وهذا علاش حيت ربما الجزائري رفضوا دابا الان في ظل هاد الظروف في ظل هاد المشاكل اللي كتعيشها الجزائر مع المغرب ياك كتنوض كتقول بامير ربما كتستفز فيها المغاربه كاملين وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في غليصه رياضيه تدوينه مثيره للجدل غادي نرجع عندك السي حراف كاين واحد التدوينه دارها الزميل ديالنا منعم بالمقدم كيتكلم فيها على واحد التحدي دارو محمد فاخر صرح وقال هاد الناس اللي كيقولوا خصنا نعاونوا الرجاء وهاد الرجاويين اللي شويه مسك عليهم الله اجي لونسي واحد التحدي هو ان كل واحد يعطي 100 مليون راه كاين اللي عاش من الرجاء ودخل منا الملايين يعطي 100 مليون الا كانوا 15 واحد راه مليار ونص نفكوا هاد الازمه دابا هو تحدي هذا تحدي جديد للسي فاخر اكيد انه ولد الرجاء هو الرجاء محتاج ليه هجموا عليه بزاف وداروا ديك الحمله ديال 10 دراهم وقال لهم اجي نجيكم من الاخر اجي وسيدي رانا هذو اللي كيدويو واللي لاباس عليهم واللي كي اللي حيت دابا كاين اللي في الرجاء الان في اللاعبين دابا اللي كيسال الرجاء 500 مليون 600 مليون لعاب واحد وما حسبتيش شحال لعب
راه ما لعب حتى شي راه ما لعبش 10 الماتشات. ايه هو ايه لاعبين اللي شوف المشكل اللي غرقت فيه الرجاء هو المشكل اللي كان فيه اللي دات فيه البودريقه اللي دات فيه الدوري والكاس ولا شاركت في كاس العالم العالم هذاك هو العام اللي طلع المستوى ديال اللاعبين في الفلوس واللي الرجاء مازال كتعاني منه ومشات فيها بزاف اللعابه مشاو ليتيج مشاو لي 16 وكان بدا القانون الجديد ديال ان ليتيج وبدات المشاكل كثيره بزاف وجات التراكمات هي اللي خلات الرجاء فهي كتبقى دائما يشكر على انه غيساهم وغيضغط على الرؤساء القدام باش يساهموا بواحد القسط من المال اللي يحل الازمه ديال الرجاء فهو كيبقى ابن الرجاء ويستاهل الخير. واش ما كتشوفش معايا بان هذا التحدي ديال محمد فخير هو رد فعل على قرار فتحي جمال الاطار الوطني اللي قال المسيرين ديال الرجاء سيدي الله يسامح في 75 مليون اللي كان سال. أحيي أولا الإطارين الكبيرين السي محمد فخير وسي فتحي جمال. هنا ربما القلب كيستجب والضمير كيستجب كذلك للفريق الأم اللي هو الرجاء البيضاوي. إلا كان السي فتحي جمال سامح للفريق الرجاء البيضاوي في واحد 75 مليون فالسي محمد فخير كيقوم بهذا التحدي هذا فحيك السي محمد فخير ربما سكت بزاف ولكن فاش هضر وربما اخرس الافواه حنا كنتسناو دابا رده الفعل ديال الاخرين كيفاش غتكون رده الفعل ديالهم من الكلام ديال السي فخير هاد الناس اللي كيهضروا كيتكلموا بزاف وداروا حمله ديال نجموا 10 دراهم للسي محمد السي محمد جاوبهم ب 100 مليون ويقدر يعطي اكثر السي محمد لان جواب احترافي كبير بكل صراحه حنا غنشوفوا هاد الناس اللي كانوا كينتقدوا سي محمد ينوضوا دابا ويكون واحد التحدي حتى هما ويعطيو 100 مليون وفي الاخر شكون اللي مستفيد راه هو فريق الرجاء البيضاوي وهاد المشاكل وبحال هاد المسائل ديال التشالنج وهاد التحديات هاد المسائل اصلا ما خصهاش تكون سي محمد راه غير كنرفزة وكتعقيب على هاد الناس حيت سكت بزاف وحس بالظلم حيت السي محمد راه هو عطى للفريق كلاعب وكمدرب وهذا الشيء ديال باش ياخذ الاجر ديالو راه من حقه راه حنا كنشوفوا فرق في اوروبا فرق كبيره ما كندويش على اللعابه اللي لاعبين كبار او مدربين وكيشدوا الاجر ديالهم السي حسن اش بالك في هذا التحدي هو التحدي ما خصو يكون خصو يكون دائما التحدي ماشي حتى كاين اللي كيقول 100 مليون بزاف لا بالعكس 100 مليون بالنسبه ليه كاطار اللي خدام وخدم ماشي اللي هو راه خسر تحدي راه مع ناس اخرين ما هذوك الناس هما راه استفدوا من الرجاء ما تنساش بان المحيط ديال الرجاء البيضاوي راه تبارك الله كلهم اطر كبيره واطر قادره تعطي هذيك 100 مليون كنظن هو عارف اش كيقصد انا بغيت غير نعرف شي سي حسن واش هاد المشاكل ما تقاداش عندنا في الفرق الوطنيه واش قطبي كره القدم الوطنيه كالرجاء وكالوداد باش دابا الرجاء البيضاوي كنسمعوا فريق اللي وصل للعالميه وكنبقاو نسمعوا فين كيتخبط في هذه المشاكل واش ماشي حشومه دونك هذا الشيء راه ما خصو يحيد خصو يزول فريق كبير حنا في 2021 هذه المشاكل ربما كتكون في تاسيس الفريق في بداياته السنين الاولى ولكن فريق اللي عنده تاريخ عنده القاب كيمثل الكره المغربيه على الصعيد الوطني على الصعيد الافريقي على الصعيد العالمي خير تمثيل فريق اللي كيعشقوا الصغير والكبير بالمغرب كامل واش كيبقى يعيش في هذه المشاكل مشاكل ماديه اللي الجمهور ديالو مره احتجاجات اضرابات هذا المسائل ما خصهاش تكون خصنا ندخلوا في ديك الاحترافيه اللي هي معقوله اللي غادي تعود بالنفع على كره القدم سواء على فريق الرجاء البيضاوي سواء على الكره المغربيه بصفه عامه. شي كلمه اخيره باش نختموا السي حراف. اولا شكرا على الاستضافه. غبرتي في كندا. واش غادي دير ست شهور في كندا كانت ماشي قاسم بين كندا و واش غادي هذا؟ واش هادي دير كندا حتى هي راه كتحتضننا بشكل جميل ولكن كيبقى المغرب هو البلد الام هو الروح هو الاخوه هو الاصدقاء واحد الناس كي غبرتي على الساحه ست ديال الشهور ماشي بزاف قيل غبرت على الساحه كمدرب وليت محلل رغم انه هو ماشي المهنه ديالي المهنه ديالي هي الملعب هي التيران دابا نحاولوا نرجعوا للتيران ان شاء الله كنشكرك سي نور الدين انت
نتمنى نعاود نشوفوك معنا هنا مره ان شاء الله الاخ حسن ان شاء الله الملعب ديالك هو المجال ديالك التيران. كنشكرك سي قرفي وكنتمنى الشفاء العاجل للوالد ديالك ورغم المشاغل ديالك وخديناك من المصحة كنعاود نجدو لك الشكر. الحمد لله والمؤمن مصاب. بهذه المناسبة كنشكرك اخي حسن حكاس وحك فكرتي في الوالد اولا والحمد لله الوالد في التعافي كنتمنوا لي الشفاء والشفاء لجميع الأمة الإسلامية وشكرك على الأخ حسن وسعدت بلقاء أخي نور الدين حرام. أنا كذلك. وبهذا كنوصلوا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسة رياضية. نتلقاو معكم في حلقة قادمة مع ضيوف آخرين ومواضيع أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى. إلى اللقاء.